السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع أعزائي عزيزاتي، مرحبا بكم مجددا في حصة أخرى من حكايات جاء الثعلب. لاحظوا معي أعزائي عزيزاتي، سوف نتذكر معا المخطط الشمسي للحكاية والبنية الصبية للحكاية وكذلك الأخطاء التي ارتكبها الأرنب، وذلك من خلال إجابتنا لهذه الأسئلة. لاحظوا معي طرح بعض الأسئلة التي لها علاقة بعناصر الحكاية. أين جرت أحداث الحكاية؟ هيا نعم، أين جرت أحداث الحكاية؟ نعم جيد، جرت أحداث الحكاية في القصر. نعم جيد، ما شخصيات الحكاية؟ نعم هيا أسرعوا، سبق وتطرقنا لها. إذن شخصيات الحكاية قلنا الأستاذة الحمامة، الأرنب الكبير، الأرنب الصغير السمسم، الدجاجة الكبيرة، الديك الأحمر، البطة الجميلة. جيد أحسنتم. ما مشكل الحكاية؟ ما هو المشكل؟ هيا المشكل هو ظهور الثعلب خلف زجاج النافذة. إذا عندما ظهر الثعلب خلف زجاج النافذة، إذا ماذا سيحدث بعد ذلك؟ إذا من كانت نهاية الحكاية؟ إذا هروب الجميع واستنجاد الأرنب سمسم بالكلب هو. جيد أحسنتم. نعم إذا نتذكر هنا بعض الأخطاء التي قام بها الأرنب سمسم. ما هي هذه الأخطاء؟ نذكر بعض الأخطاء. أنه دخل مسرعا للقسم. جيد. ماذا أيضا؟ جاء متأخرا. ماذا أيضا؟ لم يأخذ الإذن. أحسنتم. ماذا أيضا؟ ماذا قالت البطة الجميلة؟ نعم أنه لم يلقي التحية. أحسنتم. انتبهوا معي أعزائي عزيزاتي، رأيت أحدا من أصدقائك يكتب على الحائط، أردت أن تنبهه بأن لا يكتب على الحائط، ماذا ستقول له؟ لا تكتب على الحائط. جيد أحسنت. لاحظوا معي ولاحظوا وأنسوا جوع على منوال. صديقي يتأخر عن المدرسة، أريده أن لا يتأخر فأقول له لا تتأخر عن المدرسة. رأيت طفلا يلعب في الشارع، لا تلعب في الشارع. رأيت أخي لا يهتم بدروسه، ماذا سأقول له؟ لا تتهاون في دروسك. رأيت طفلا أو طفلة صغيرة تلعب بالنار، فماذا أقول؟ لا تلعب بالنار. واضح؟ لا تلعب بالنار. إذا أردت أن أنهي أحدا عن القيام بعمل ما، فإنني أستخدم لا. ماذا أستخدم؟ لا. أعيد؟ لا. رأيت أحدا يضيع الماء، فماذا أقول له؟ لا تضيع الماء. أو يترك الصنبورة مفتوحا، لا تترك الصنبورة مفتوحا. واضح؟ إذا رأيت أحدا يلعب مثلا بمواد أو أدوات حادة، فأقول له لا تلعب بالأدوات الحادة. واضح؟ إذا انتبهوا معي، لاحظوا معي جيدا. كثيرا ما ترى كمعلمتي تضغط على القلم، فماذا تقول لك؟ لا تضغط على القلم. جيد أحسنتم. إذا لاحظوا معي، لاحظوا معي النشاط الموالي. إذن الآن نلاحظ الأجوبة للنشاط. لا أتأخر عن المدرسة، أو لا تتأخر عفوا عن المدرسة. لا تلعب في الشارع. لا أتهاون، لا تتهاون. إذن لاحظوا معي، لا تتهاون في دروسك. لا تلعب في النار. وعيد، لا تلعب في الشارع، لا تتهاون. إذا هنا أخطاء طبعية سأقوم بتصحيحها للتو. لا تتهاون في دروسك، لا تلعب في النار، وأيضا هنا أيضا لا تتأخر في الشارع، لا تتأخر عفوا عن المدرسة. لا تتأخر عن المدرسة، لا تلعب في الشارع، لا تتهاون في دروسك، لا تلعب في النار. جيد. إذا لاحظوا معي النشاط الموالي. أملأ الفراغ بما يناسب من الكلمات الآتية: حلمت، أمسك، الطفل، الحلم، يفر. لاحظوا معي، فتح نقط الحبس، الصغير عينيه، فوجد أمه بجانبه، فقال
لقد نقط لحد بأرنب صغير نقط لحد هاربا من الثعلب الماكر ردت الأم وهل نقط لحد به أجاب الطفل الصغير لما لم تتركوني أتم لكم بقية نقط لحد فعلا لقد لحق الثعلب بالأرنب ولكن اعترض طريقه الكلب الشجاع هوب وأرغمه على الهرب إذن لاحظوا معي إذن هذه النقط التي هي للحذف سوف نقوم بوضع الكلمات المناسبة في المكان المناسب حلمت أمسك الطفل الحلم يفر لاحظوا معي فتح الطفل الصغير عينيه لاحظوا معي فتح الطفل الصغير عينيه فوجد أمه بجانبه وقال لقد حلمت بأرنب صغير يفر هاربا من الثعلب الماكر ردت الأم وهل أمسك به؟ أعيد لقد حلمت بأرنب صغير يفر هاربا من الثعلب الماكر ردت الأم وهل أمسك به؟ أجاب الطفل الصغير لما لم تتركوني أتم لكم بقية الحلم؟ أجاب الطفل الصغير لما لم تتركوني أتم لكم بقية الحلم؟ فعلا لقد لحق الثعلب بالأرنب ولكن اعترض طريقه الكلب الشجاع هوب وأرغمه على الهرب فعلا لقد لحق الثعلب بالأرنب ولكن اعترض طريقه الكلب الشجاع هوب وأرغمه على الهرب نعم إذا لاحظوا معي أعزائي عزيزاتي إذا هنا أيضا نتحدث عن حيوان أعرفه وأقول اسمه نوعه طبيعة أكله مكان عيشه إذا لاحظوا معي نوعه هل هو أليف أم متوحش طبيعة أكله هل هو حيوان عاشب أم لاحم مكان عيشه هل يعيش في الغابة أم يعيش مع الإنسان أعزائي عزيزاتي انتهت حصة اليوم وإلى أن ألقاكم في حصة مقبلة إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه وشكرا لكم أبنائي.